ضيف الحلقة هذه المرة المكاو ملك الجو بينجو ببغاء أخوي حتى أنا الله يبارك. من أساسيات الهدف تمرين الريكول بلوستيشن، كل ما كررت عليه نداءات بوضعيات مختلفة بمناطق مختلفة، كل ما تمكن من الهبوط والإقلاع ومن وزنية الطيران بشكل رئيسي للاستجابة لاسمه أو النداء بلوستيشن، بحيث أنه يرجع للستاند أو المكان اللي طلب منه في حال أنه كان موجود على الستاند خارجه. طبعا عشان يتعلم البقاء بسرعة زي ما قلنا التدرج، ابعد في المسافة بالتدرج، وهذا بينجو تعلم الستيشن في يومين. شكرا اخوي الهتان، سمحت لنا في خوض التجربة مع طبغاء الجو في مكة. اخوكم ابو عمر.